إذا ذكرت انقلابات ذكرت إفريقيا. تخيل أن هذه القارة شهدت أكثر من 215 انقلاب منذ ستينيات القرن الماضي. هذا العدد ككل هو نصف عدد الانقلابات الذي شهده العالم خلال تلك الفترة. بدأت فرنسا في احتلال القارة الإفريقية منذ القرن السابع عشر، وكدولة احتلال سعت لاستغلال كل موارد الدول. إلى جانب المجازر الفظيعة التي ارتكبتها فرنسا في القارة الإفريقية، هناك العبودية، حيث كانت تخطف الأطفال والرجال والنساء من بيوتهم وتحملهم بسفن إلى فرنسا، حالة من الذل والقهر عاشتها هذه الدول في ظل الاستعمار الفرنسي. زي ما هو موضح على الخريطة، حكمت فرنسا 35% من مساحة إفريقيا، أي حوالي 22 دولة في مختلف مناطق القارة، وظلت تحكمها حوالي 300 عام. على الرغم من أن حقبة الاستعمار الفرنسي المباشر للقارة السمراء انتهت منذ أكثر من 70 عام، إلا أن أيدي فرنسا ظلت حاضرة في كل مفاصل هذه الدول، وكانت لقمة العيش أو الاقتصاد هي المفتاح بالنسبة لفرنسا. شارل دي غول رئيس فرنسا الحرة قام بتعيين رجل خطير جدا اسمه جاك فوكار، لقبه سيد إفريقيا. كان مسؤول عن تعيين وإقالة رؤساء في الدول الإفريقية. يقوم هذا الرجل بهندسة أنظمة الحكم في إفريقيا، يعين من أرادته فرنسا ويطيح بمن لا يطيع أمرها. بعض الشخصيات التي عينها شغلوا مناصب في البرلمان الفرنسي، وآخرين تلقوا تعليمهم في باريس. كما فرضت فرنسا عملتها الاستعمارية على الدول الإفريقية، وهو الفرنك الإفريقي. تخيل أن باريس تفرض على تلك الدول أنها تودع ما يصل إلى 65% من احتياطاتها النقدية في الخزينة الفرنسية، كما أن الفرنك يطبع في فرنسا ويتم تقييمه باليورو. كما اضطرت 14 دولة إفريقية لدفع الضريبة الاستعمارية إلى فرنسا منذ استقلالها حتى يومنا هذا، حالة من النهب المنظم اتبعتها فرنسا مع هذه الدول. إفريقيا بالنسبة لفرنسا مصدر للحياة لا يمكن التخلي عنها، واللي بيدفع ثمن هذه السيطرة هي الشعوب. فعلى الرغم من إنها تعيش فوق بحر من الثروات، إلا أن سكانها بيلجأوا غالبا للهجرة السرية نحو أوروبا، وبيخاطروا بحياتهم بحثا عن موارد الرزق والعيش الكريم. لكن المفارقة هي أن حكامها ينعمون بالخيرات. فعلى سبيل المثال نذكر هنا النيجر والجابون اللي شهدوا انقلابات في 2023. الجابون توصف بأنها كويت إفريقيا بسبب غناها بالموارد الطبيعية مثل النفط، لكن الأهم هو المنغنيز، كما بيتم استغلال ومعالجة اليورانيوم فيها إضافة لاستخراج الألماس والذهب أيضا. أما النيجر بوصفوها بأنها الدولة التي تضيء شوارع باريس في حين بيعيش أغلب سكانها في ظلام، والسبب إنها منتج رئيسي لليورانيوم، هو العنصر المهم لإنتاج الطاقة في أوروبا، كما إنها منتج رئيسي للذهب بالإضافة لاحتياطات نفطية كبيرة. تخيل إنه بالرغم من كل هذه الخيرات وشعوب الدول الإفريقية تعيش في حالة يرثى لها، وكل هذه الخيرات بتصب في جيوب الفرنسيين. في السنوات الثلاث الماضية شهدت 6 دول 8 انقلابات متتالية في كل من تشاد ومالي وبوركينا فاسو وغينيا والنيجر والجابون، وترتبط تلك الانقلابات العسكرية بشكل واضح بالفقر، وما تشهد قارة إفريقيا من عودة لافتة لتلك الانقلابات يؤكد هذا الارتباط. في المقابل ما بنقدر نغفل تنامي الحضور الصيني والروسي على الأرض الإفريقية، وفي الوقت ذاته تكافح أمريكا التوسع الصيني والروسي في العالم لتصبح هذه البلدان محل أطماع الدول الكبرى، وبالتالي بتوسع دائرة الصراع عليها بعد أن كانت فرنسا مستفردة فيها. بالنهاية بظل الاقتصاد والموارد الطبيعية اللي بتتمتع فيها هذه الدول مربط الفرس ولب الصراع في القارة السمراء ومحل أطماع الدول الكبرى.